ومعنا عبر الهاتف من الجزائر المحلل السياسي حسين جدل. سيد حسين مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا، تحية لك ولضيوفك الكرام. أنا أكلمك من باريس وليس من الجزائر، من باب الدقة فقط. نعم، من باريس، عفوا اعذرنا. المهم أنه يعني برأيك ما الدوافع وراء زيارة أمير قطر للجزائر اليوم؟ أولا، أمير هذه الزيارة تأتي لعدة أسباب، أسباب تتعلق بقطر وأخرى تتعلق بالمنطقة، ومنها القضية الليبية والتي وهو الأمر الذي يعنينا كثيرا، أن قطر الآن تلعب دور الداعم للوجود التركي في ليبيا، وتحاول أيضا أن توثق العلاقات مع الجزائر بعد أن دارت شكوك حول انحياز أو ميول الجزائر إلى موقف أقل تصلبا من حفتر، أو ما اعتبره البعض ميول نحو حفتر بضغط من فرنسا والإمارات العربية والسعودية. ولعل زيارة نائب وزير الدفاع قائد الأركان إلى الإمارات ثم زيارة تبون غدا إلى المملكة العربية السعودية يفسر إلى حد ما هذا الخوف القطري من أن تنحاز الجزائر إلى هذا المحور، وهو المحور الذي لازال ينوئ قطر. فقطر إذن تريد من خلال زيارتها للجزائر أن تعطي دفعا لتركيا، ولكن أيضا أن تحافظ على موقعها من الجزائر حتى لا تنحاز الجزائر إلى الدول التي تعادي تركيا، تعادي عفوا قطر. لابد أيضا من تذكير من شيء وهو هام جدا، أن قطر منذ الحصار الذي ضرب عليها لم تكن قطر التي كانت من قبل، فهي الآن تحاول أن تتقرب إلى دول الخليج وتحاول أن تفك هذا الحصار، وذلك بتخليها عن سياساتها السابقة التي سميت بالسياسات الداعمة للتحرر في الدول العربية. فهي الآن تتنصل من هذا، ورأينا مواقفها في على الساحة الدولية في هذا الجانب. طيب، الرئيس عبد المجيد تبون قال أن هناك توافق بيننا وبين قطر، بين الجزائر وقطر، حول القضايا الإقليمية. هل القضية الليبية أيضا هي محل توافق بين البلدين؟ صرح به البلدان معروفان في البداية بمواقفهما الداعمة لحكومة الوفاق، للشرعية الدولية، ولرفض التدخل الأجنبي، وكانت هاتان دولتان ضد محور الشر العربي الذي تقوده الإمارات، المملكة العربية السعودية، مصر وفرنسا وإسرائيل وروسيا. ولكن الجزائر تغير موقفها، وقطر كذلك لحد بعيد. الجزائر تعاني من ضغوط كبيرة تمارسها فرنسا وروسيا ودول محور الشر العربي على الجزائر، لذا رأينا الأخطاء التي ارتكبتها الدبلوماسية الجزائرية عندما زار بوغادوم وزير الخارجية ليبيا، وعندما حاول أن يستدعي رئيس وزراء ما يسمى بحكومة حفتر التي لا يعترف بها أحد. إذن فرنسا الجزائر ليست في ذلك الموقف الداعم بكل وضوح لطرابلس، ولكنها تحاول أن تجد موقفا ليس بالمنحاز إلى حفتر ولا بالداعم لحكومة الوفاق، وذلك بسبب الضغوط التي تمارس على الجزائر بعد الضعف الذي دب في الدبلوماسية الجزائرية بسبب سنوات من الغياب وسبب أيضا الأوضاع الداخلية. يعني الأخذ المسافة نفسها من الطرفين تقصد. طيب اليوم يعني هل يمكن أن نشهد قريبا تنسيقا مشتركا بين البلدين، وما الأثر برأيك الذي سيتركه هذا التنسيق إن كان؟ لو تم هناك تنسيق، يعني في اعتقادي يمكن أن يكون التنسيق إذا انضمت تركيا إلى هذا المحور. لو انضمت تركيا إلى المحور الجزائري القطري التركي، لو كان هذا المحور، لو تشكل هذا المحور، يمكننا أن
أن نكون مسرورين جدا، ولكن أيضا لابد أن ندرك أن الإخوة الأتراك يعانون من ضغط تمارسه روسيا أو إلى حد ما خديعة روسية في إدلب، وروسيا تقوم بابتزاز تركيا في ليبيا في مقابل أن ما تقوم به في إدلب. والإخوة الأتراك يجدون أنفسهم وحيدين لحد الآن في هذه المعركة، المعركة الوجود هناك في الشرق الأوسط ثم معركة ليبيا. لذا لو انضمت قطر التي لها وضع مالي وشكلت مع الجزائر وتركيا محورا، يمكن أن نستأنس بذلك ويمكن أن نقول أن هناك تنسيق. ولكن قطر والجزائر كلاهما يعيشان تحت ضغوط، وكلاهما يريد أن يجد حل وضعية مريحة لا منحازة لا إلى هذا الطرف ولا إلى ذاك. وهنا تكمن الإشكالية، لأن القضايا الجوهرية والقضايا الإقليمية الآن بيد قوى كبيرة، وهذه القوى تمارس ضغوطا كبيرة جدا على هذه الدول. أشكرك المحلل السياسي حسين جيدل، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك.